مقارنة بين بنك بايونير وبيزيرا. من حيث سعر البطاقة، بايونير مجانا وبيزيرا 3 يورو. سعر البطاقة كل سنة، بايونير 13 دولار وبيزيرا 3 يورو. أما تفعيل البطاقة فمجانا لكلا البطاقتين، والرسوم الشهرية 3 دولار لبايونير و 0.4 يورو لبايزيرا. الرسوم السنوية 30 دولار لبايونير و 5.4 يورو لبايزيرا. رسوم إلغاء البطاقة لا يوجد بالنسبة لبايونير و 5 يورو لبايزيرا. استبدال البطاقة 13 دولار لبايونير و 3 يورو لبايزيرا. أما في حالة إلغاء الدفع بسبب خطأ الدافع، بالنسبة لبايونير لا يوجد رسوم، أما بايزيرا 10 يورو. صلاحية البطاقة 3 سنوات و 4 سنوات بالنسبة لبايزيرا. أما عدد البطاقات التي يمكن أن تسحبها، بايونير بطاقة واحدة، أما بايزيرا تستطيع أن تسحب 5 بطاقات. مصاريف السحب من باي باي مجانا بالنسبة لبايونير و 5 دولار أو 5.4 يورو بالنسبة لبايزيرا. تفعيل حساب باي باي. لا تفعل الحساب باي بال، تفعل الحساب. التواصل مع الدعم جيدة بالنسبة لكلا الحسابين. السحب من باي بال، توفر السحب حساب بنكي، توفر السحب خلال فيزا. وجود حساب بنكي، توفر حساب بنكي بالدولار، أما بايزيرا توفر حساب بنكي يورو. التحويل بين الحسابات فمجانا. لكلا البنكين يوجد تطبيق الهاتف النقال. الحد الأدنى للتحويل الداخلي 50 دولار بالنسبة لبايونير وغير محدود بالنسبة لبايزيرا. أما بالنسبة للسحب من ديستريبيتور أو ما يسمى ATM ماشين ومصاريف الشراء عبر الإنترنت أو المحلات التجارية، فهو موضح في الجدول التالي. كانت هذه المقارنة بين مصاريف بايزيرا وبايونير بالإضافة إلى كل العملات الخاصة بالسحب. والآن سوف نعرض عليكم مميزات وعيوب كل واحد منها. مميزات بنك بايزيرا: رسوم الحساب السنوية أقل، عدد البطاقات 5، إلغاء الحساب في أي وقت، تفعيل حساب باي بال. أما العيوب: مصاريف أعلى عند الشراء أونلاين بعملة غير اليورو، وجود رسوم عند رفض معاملة عند الشراء أونلاين، وجود رسوم من السحب من موقع باي بال. أما بخصوص بايونير: مصاريف أقل عند الشراء عبر أونلاين، عدم وجود مصاريف عند فتح الحساب، لا يوجد رسوم عند رفض عملية الشراء، لا يوجد رسوم للسحب من باي بال. تعد الوسيلة الأفضل لسحب أموال من مواقع العمل الحر. عيوبه: مصاريف سنوية أكثر، عدم إمكانية إلغاء الحساب، لا تفعل حساب باي بال، لا بد من وجود حساب بنكي محلي عند التسجيل، وجود حد أدنى للتحويل الداخلي. وبعد عرض ميزات وعيوب كل من البنكين، إذن في رأيكم ما هو أفضل بنك بالنسبة لكم؟ بنك بايزيرا أم بايونير؟ نعطيكم بعض الاقتراحات. إذا كنت تحتاج الحساب في تفعيل حساب باي بال، إذا كنت مبتدئ وتريد مصاريف أقل، تريد أكثر من فيزا أجنبية في عملك، لا يمكنك فتح حساب بنكي محلي، البنك الأفضل لك هو بنك بايزيرا.
الشراء أونلاين. تريد أموال من مواقع العمل الحر، لديك حساب بنكي محلي ولا تريد دفع أي مصاريف في البداية، الأفضل لك هو بايونير. إذن لكل واحد منهم مميزات وعيوب. إذا كانت هناك أسئلة واستفسارات، الرجاء تركها في التعليقات. وفي الأخير نتمنى منكم أن تشتركوا في قناتنا وتفعيل الجرس. Thank you.